أكدت الشرطة المجتمعية في محافظة ديالى تصاعد حالات الابتزاز الإلكتروني في عموم المحافظة، واستقبلت العديد من الشكاوى على الخط المجاني أو عن طريق المنظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية، واتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها. تستقبل الشرطة المجتمعية في محافظة ديالى مناشدات تخص الابتزاز الإلكتروني، وتكون هذه المناشدات عن طريق الخط المجاني 497، حيث ترد المناشدات عن طريق هذا الخط، ومن ثم يتم تدخل الشرطة المجتمعية. وأيضا ترد المناشدات من قبل المواطنين بشكل مباشر إلى الشرطة المجتمعية في المحافظة، وأيضا عن طريق منظمات المجتمع المدني وأصدقاء الشرطة المجتمعية وأيضا الفرق التطوعية، حيث تقوم الشرطة المجتمعية بالتدخل مباشر لإجراء اللازم بخصوص هذه المواضيع التي تخص الابتزاز الإلكتروني. ناشطون أكدوا أن حالات الابتزاز تجبر الضحية على الذهاب للأجهزة الأمنية، ولكن بسبب الطبيعة العشائرية للمجتمع الذي يرفض دخول النساء لمراكز الشرطة، دعا هؤلاء لإجراء تعديلات في القانون، مشيرين إلى أن الابتزاز شمل أيضا شخصيات حكومية. رصدنا كثير من الحالات، وصلت تقريبا 50 حالة. من هذه الحالات أكو حالات يعني بنات تعرضوا للابتزاز وخارج المحافظة، الأشخاص اللي يبتزوهم. أكو أشخاص على صعيد مهني ذو مناصب عليا، اللي كان الابتزاز من خارج العراق أصلا، يتعرضوا للابتزاز وطلبت من عندهم مبالغ مالية. بالإضافة البنات مو فقط ابتزاز بالناحية المادة، وإنما ابتزاز أخلاقي أيضا. سهل انتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على المبتزين اصطياد ضحاياهم والمساس بحياتهم الخاصة. ومع زيادة التواصل الرقمي التي فرضتها جائحة كورونا، اتسعت عمليات الابتزاز فشملت ضحايا من كل الأعمار والمستويات الثقافية والاجتماعية. من محافظة ديالى، حسن شمري، التغيير الفضائي.